حصلت نعمة شفيع على وسام السيدة القائد من إحدى الدول الأوروبية عام 2015. فما هي؟ فرنسا. فرنسا؟ إجابة خاطئة. نعمة شفيع بنت الأسكندرية. بريطانيا. عضوة في مجلس اللوردات 2020. إجابة صحيحة. في 2015 كرمتها الملكة إليزابيث، وطبعاً لازم نحيي نعمة شفيع. معاها دكتوراه من جامعة أكسفورد، حاجة عظيمة جداً شرفت مصر قصاد العالم.